اسمي ندى محمد، كلية طفولة مبكرة. جميل جدا، واليوم أصلا مبهج شكله، وإن شاء الله يعني تبقى سنة دراسية جميلة. طب حضرتي ازاي لأول يوم ده؟ يعني كلها تجهيزات عادية صراحة، زي أول يوم مدرسة، بس يعني الجامعة أحسن بكتير. جانا تامر. انتي داخلة كلية ايه؟ حقوق. كذا كيف أول يوم جامعة؟ والله العظيم كذا حاجة كده، اللي هو بس الحمد لله احنا خلصنا ثانوية عامة ودخلنا جامعة، فقعد مش مصدق أصلا. حضرتي ازاي بقى لأول يوم جامعة؟ والله العظيم انا واصحابي قاعدين كنا بنخطط بقالنا اكتر من شهر هنعمل ايه في اول يوم جامعه وهنروح فين، بس الحمد لله اكتر يوم لذيذ اهو، شايفين ناس حلوه والناس بتضحك، فالحمد لله. فرحانه اول مره اخش جامعه وكان نفسي فيها من وانا صغير، فمبسوطه. والصراحه حضرت ازاي؟ يعني جبت كشكول قلم، كنتش عارف انام، كنت متوتر شويه، قعدت اقرا شويه عن الاقسام كده يعني.